على زيارة البكباشي جمال عبد الناصر لشتين الكوم في الأسبوع الماضي اختبارا سابقا ومقياسا دقيقا للمدى البعيد الذي قطعته حركة التحرير. خرجت المنوفية عن بكرة أبيها رجالا ونساء شيوخا وأطفالا تستقبل أبطال التحرير وتهتف من أعماقها للرئيس محمد نجيب منقذ البلاد وللجيش حاميها. وقف البكباشي جمال عبد الناصر في سيارة مكشوفة يحيط به بعض حضرات ضباط القيادة يرد التحية على الآلاف المؤلفة التي تجمعت لاستقباله. وسط هذه المظاهر الحماسية الشعبية الخلابة وصل ركب ضيف المنوفية العظيم إلى مقر هيئة التحرير بشبين الكوم، وبلغ حماس الجماهير أقصاه حين وقف البكباشي جمال عبد الناصر يرفع علم التحرير على مبنى هيئة التحرير بشبين الكوم، وبعد ذلك ألقى خطابا وطنيا رائعا جاء فيه إن الحرية حق وإن استحقاقنا للحرية لا يتقرر بما أخذناه منها بل بحرصنا على ما لم ننله بعد. وبعد أن انتهى البطل جمال عبد الناصر من إلقاء خطابه التاريخي قصد إلى المنصة الرئيسية ليستعرض مهرجان الزهور. ولأول مرة في تاريخ مصر يقوم اقليم من الاقاليم بالتعبير عن فرحته بإقامة مهرجان للزهور، ذلك المهرجان الذي اشتركت فيه جميع الهيئات والطوائف في مديرية المنوفية. وقف الى جانب البكباشي جمال عبد الناصر القائم مقام احمد شوقي والبكباشي انور السادات والبكباشي احمد انور وقائد الجناح عبد اللطيف بغدادي والصاغ كمال حسين. وكان البكباشي جمال عبد الناصر يحيي هذا الموكب الرائع بما يستحقه من تقدير واعجاب. ووصل ركب التحرير بعد ذلك الى بلدة كفر المصلحة حيث زار البكباشي جمال عبد الناصر وصحبه المدرسة الابتدائية الثانوية، ولقد استقبل الضيوف الكرام بالهتاف للرئيس العظيم وللجيش الباسل. وهكذا تضرب مصر كل يوم مثلا جديدا على حيويتها ووعيها.